جمل عربية حيرت العالم وإبليس نفسه. واحد امشي نقعد، والله تعبت وانا قاعد بمشي. اثنين شوف اللي وراك بس بدون ما تطلع عليه. ثلاثة والله العظيم ما بحب احلف. اربعة هذه الجملة خاصة في المعلمين، احكوا بس بدون صوت. شريفة، لقد وجدت حبيبك البارح مع فتاة أخرى. ليه لا تقولي أحمد؟ لا، بل ذلك الذي يملك مرسيدس. مهدي، يا له من خائن. ليه؟ أنا أتحدث عن الرجل الذي تزورينه كل ليلة سبت. يوسف، أنا لا أصدق، أنا أزوره يوم الخميس أيضا. غبية، بل أتكلم عن الرجل الذي تزورينه في عشية السبت قبل يوسف، والذي يصرف عليك الكثير من المال. إنه مصطفى، لقد أحببته من كل قلبي، عديم الوفاء. على فكرة، من سميك شريفة؟